نعم. وإما ظاهر في أن الله سبحانه هو العلي الأعلى. نعم، القرآن مملوء في أن الله هو العلي الأعلى، قال تعالى: وهو العلي العظيم. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وصف نفسه بأنه علي، ووصف نفسه بأنه الأعلى، وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى بذاته، فوقهم بذاته، وفوقهم بقدره، وفوقهم بقهره، وهو القاهر فوق عباده. نعم. فالعلو له ثلاثة معاني: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الحق يثبتون المعاني الثلاثة كلها لله: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. أهل الضلال ينفون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر، يثبتون المعنيين علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فينفونه. نعم. إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء. وهو فوق كل شيء، يخافون ربهم من فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، فوصف نفسه بأنه فوق عباده. والفوقية معناها فوقية الذات، فهو بذاته سبحانه فوق عباده. نعم. وهو عال القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه.